السلام عليكم احلى متتبعين ومتتبعات. اليوم ان شاء الله غادي ننزل لكم واحد الكروس رائعين رائعين بمقادير بسيطه، مقادير الاخت ديالي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم بنت أمجاد. كما قلت في الأول فيديو، اليوم غادي نقدم لكم واحد القرص اللي رائعين، وهادو المقادير اختي وجربتهم، فأنا منزلة مقادير ديالي بدون بيض، ولكن هادو الصراحة بالبيض ولكن كيجيو رائعين. كنحتاجو الكيلو ديال الدقيق يكون خاص بالحلوى، وعندي معلقة كبيرة ديال خميرة الحلوى، عندي 200 غرام ميلي ديال الزيت، عندي بيضه كامله ومعها البياض ديال البيض اللي غادي الصفار اللي غنخليو، يعني هادي جوج بيضات في التوتال. وحده كنديروا لها الصفر ديالها والبيض، وكالبيض ديال الصفر اللي كنخليو كنديروا معاها، يعني كتكون عندي بيضه كامله والبياض ديال البيض الاخر. وعندي كاس مع مرش ديال السكر، السكر كيبقى على حسابكم. عندي البينسون والنافع وثلاثه المعالق ديال الجنجلان، عندي جوج معالق تكون ديال الزبده، وعندي خماره واحده ديال الحلوى، وعندي 100 ميلي غرام ديال ماء الزهر، وعندي 200 ملي ديال الحليب الدافئ، وغنحتاجو كذلك الماء الدافئ. فاول حاجه في البول ديال العجانه غادي نوضع الدقيق ديالي، وغادي نوضع كل شيء في خطره، غنوضع الزيت، وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. غنوضع السنيده كما قلت لكم، السنيده كتبقى لكم وليكم الاختيار. والعجينه كي غتشوفوها معايا غتكون لينه. كي كتشوفوا حبيباتي، بعد ما تعجنت لنا العجينه وخليناها ارتاحت، فهي كي كتشوفوا تنفخات، فغادي نديغازيها ونحيد منها داك الهواء ونقرصهم. يعني كندهن ايدي بشويه الزيت وكنقرصهم كويرات، واحد الريحه عاطيه رائعه ما بين دوك المواد اللي درت، كتعطي رائحه. وهانتوما مع لا فيديو.
الناس ما كان عندي انا قبل ما فين كنحطهم كنقرصهم بيدي كما كتشوفوا. وهنايا باش لو بغيتوا تزربوا لهم الاختمار كتشعلوا الفران حتى كيسخن وكتطفيو عليه وكتحطوا فيه اللاطه كما شفتوا معايا في الاول ديال لا فيديو وكتخليهم كيخمروا. هنا كما قلت لكم انا كنت مزروبه وكان خصني نوجدهم فدرت لهم هذه الطريقه. وانا ديما كندير المخبوزات ديالي هنا بعد ما خمروا ليا كندهنهم صفار بيضاء وشويه الحليب وندخلهم يطيبوا. كتشوفوا حبيباتي ها هما كيتلاصقوا ليا مع درتهم وحده على وحده وكتشوفوا كيجيو محمرين وذهبيين ورائعين تشوفوهم مزيان. شوفوا هما يلا خرجوا من الفران كنمسهم باش تشوفوهم شوفوا الانتفاخ وشوفوا الرطوبه اللي كيجيو رائعين رائع الفطور الكوتي. وغادي نوريكم تبارك الله عطاوني كميه لا باس بها انا راه حرقوني هتشوفوا شحال عطاوني. اللاطه الثانيه خرجوا ليا فيها خمسه كديره فيها كيجيو رائعين رطبين ورائعين كما كتشوفوا كيجيو محمرين يعني محمرين من الجناب ومن الفوق وكيجيو رطبين بزاف بزاف بزاف. كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشكل ديالهم اللي عطاوني تبارك الله حطيتهم لكم كاملين كيجيو مفشفين ورائعين صدقوني ما غاديش ندم عليهم كيجيو محمرين لا من التحت لا من الفوق وكيعطيو تبارك الله كما قلت لا كونتيتي كيقدروا يعطيكم حتى 21 وحده. وهاد المقادير كما قلت راه ديال الاخت ديالي وماما فهم عطاوهم 21 انا عطاوني 18 وحده انا درتهم شويه كبار هما دارهم صغار. فكما قلت لكم واخا يبقاو عندكم حتى 3 ايام كتستافد منهم وكيجيو فنين. وحاولوا لو ما بغيتوش يجوكم لاصقين فديروا كره بعيده على الكره باش يجيوكم كما درت في اللاطه الثانيه. تنتمنى يعجبكم لا فيديو وينال ارضاكم وتبارطاجيو القناه مع صحابكم وحبابكم وما تنساوش تعملوا لايك وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. دمتم في رعايه الله والى فيديو قادم بحول الله. وكنقول البنات ما تبخلوش عليا باش القناه تكبر بكم كما كانت زايده قدام ما عرفتش الصراحه تقال ولات المشاهده طالعه ما عرفتش واش المحتوى ما تعجبكمش الطبخ واش المحتوى بغيتوني ندخل معكم روتينات باش ما كان خليو ليا ان كومونتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.